عليه وسلم يعني حاول تسليم بعض المحافظات للحراك، لكني أقول الحراك اليوم أثبت براءة من هذا النظام. الحراك أثبت أنه يناضل من أجل قضية بطنية، لأنهم اليوم قالوا نحن مع هذه الثورة السلمية ورحيل هذا النظام هو الذي يثبت الوحدة. أنا أحييهم. نحن نريد أن نستعيد دولتنا، نحن نريد بلدنا وهويتنا واستقلالنا وفقا لحق تقرير المصير. الحراك السلمي يعمل على أساس أن الجنوب العربي كله دولة واحدة ستكون دولة مدنية وديمقراطية. كنت تحدثت أنه سلم يعني حاول تسليم بعض المحافظات للحراك، لكني أقول الحراك اليوم أثبت براءة من هذا النظام. الحراك أثبت أنه يناضل من أجل قضية بطنية، لأنهم اليوم قالوا نحن مع هذه الثورة السلمية ورحيل هذا النظام هو الذي يثبت الوحدة. أنا أحييهم. نحن نريد أن نستعيد دولتنا، نحن نريد بلدنا وهويتنا واستقلالنا وفقا لحق تقرير المصير. الحراك السلمي يعمل على أساس أن الجنوب العربي كله دولة واحدة ستكون دولة مدنية وديمقراطية. سحبت مليارات من أموالي وأنفقها في سبيل الله ولله الحمد. أهلنا ومغتربينا يبذلوا جهود كبيرة في تقديم العون. سحبت مليارات من أموالي وأنفقها في سبيل الله ولله الحمد. أهلنا ومغتربينا يبذلوا جهود كبيرة في تقديم العون. إذن